سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه البطاطا رولي. راح نمد لكم يعني اهم النصائح باش تنجح لكم هذه الوصفه وتجيكم بزاف بنينه. قبل ما نبداو في الوصفه راح نعرضكم تشتركوا في القناه اذا مازلتم ماكمش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم الوصفات الجديده ان شاء الله. اذا راح نروحوا للمقادير. هنايا في المقادير، هنايا كما راكم تشوفوا درت 4 حبات تاع بطاطا، سكرفجتهم. ديروهم الاحسن ديروه في لاغاب اللي تجي متوسطه، ما ديروهش في هذيك الكبيره بزاف بها يعني طيب لكم في لو فوق، وميم طون ما ديروهش في هذيك الثاني صغيره بزاف، استعملوا لاغاب المتوسطه. هنايا عندي مبدئيا 4 حبات تاع بيض، واذا ما كفاتنيش راح نزيد. هنايا عندي كميه من المعدنوس المقطع رقيق، هنايا عندي 2 مغارف تاع فارينة به يعني يتمسك الرولي تاعنا يجي حكم روحو، باسكو اذا درتو بطاطا وحديها راح يتفتفت لكم يعني راح يتكسر، الوغ الفارينة هذه راح تخليه متماسك. عندي التوابل اللي هي كركم، هذا الكركم راح يعني يعطيه بنه ويعطيه لون روعه، يجيكم اللون تاعو بزاف مليح. وعندي شويه تاع ملح، ما تكثروش الملح باسكو من بعد راح نديروا له لافارس بالفرماج. هنايا عندي شويه تاع فلفل اسود. هنايا عندي مغرف صغيره تاع خميره، هذه الخميره راح تخليه يطلع لكم شويه وراح تخليه يجيكم خفيف، لانه الخميره راح تخليه يجي خفيف. مغرف صغيره فقط ما تزيدوش فوق مغرف، لانه من بعد راح تطلق لكم هذيك الخميره الذوق تاعها هذاك لغيركو. الوغ مغرف صغيره تكفي. راح نبداو نخدموا الوصفه مباشره. اذا مش حنديرو، راح اول حاجه نحط المعدنوس. تاني حاجة ندير الفارينة، ونخلطو كلش مع بعضه. البيض راح ندير 2 حبات ونشوف. الرولي تاعي مثلا يحتاج البيض، راح نزيد ندير له 2 حبات اخرين. اذا هنايا راه جاهز، يعني طلب مني 4 بيضات. الان نحط هذوما التوابل ونحط الخميره تاع الحلوه ونخلط مليح. راح نعتذر منكم فقط، البعض قالوا لي بلي الفيديو طويل، كاين وصفات وين تطلب اني نشرح لكم بدقه، يعني مهما نختصر لكم في الفيديو ما نقدرش. اذا نخلطوا مليح حتى نتحصلوا حتى يولي الخليط تاعنا اصفر بهذاك الكركم. هنا كما راكم تشوفوا جبت بلاطو ودرت فيه بابي كويسون، دهنته مليح بالزيت، يعني عمروه دهنوه بيان كما هكا بالزيت باه يعني ما يلصق لكمش الرولي تاعكم. اذا بعد ما درت الخليط شوفوا كيفاش ولا اللون تاعو اصفر، راح نصبو في البلاطو تاعي. الان راح نطرحو في البلاطو نتاليه بشكل متساوي، كما راكم تشوفوا بعد ما ايطاليتو بيان في البلاطو. الان راح ندخلو يطيب، انا سخنت الفور على درجه حراره 180 درجه، راح ندخلو يطيب حتى تشوفوه تحمر من الفوق كامل، باسكو هو ماشي جينواز يعني لازم غير 10 دقائق. كيما تشوفوه تحمر بيان طابت البطاطا دخلوه. اذا ندخلو يطيب ومن بعد راح نرجع لكم مع الحشوه. اذا اخواتي بعد ما طابو خرجتو من الفوق كما راكم تشوفو، شوفو اهي تقلع وحدو
اذا واش ندير، هنا نقلبو غير بشويه وراح نحيلو بريف هاد الواحد، هاد البابي كويسان. نحيولو غير بالعقل. اذا راني نحيت له البابي كويسان، الان راح نخليه يبرد شويه ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما بردت البطاطا قلبتها، يعني قلبتها على هذه الجهه، وهنايا حضرت كميه من اللحم المفروم. هذا اللحم المفروم كنت قليته بشويه زيت مع شويه ثوم، ملح، فلفل اسود وقزبر. هنا الحشو اختياري، كما درتها انا باللافيون داشي، تقدروا نتوما ديروه غير بالجبن لانه هو بنين وحده، يعني بلا فيون داشي، فقط الفيون داشي راح تطلق لكم ذوق مليح. كما راكم تشوفوا جبت لابوشادو وحطيت فيها جبن طري وراح نحطو على الاطراف. حطيت الفرماج راح نبدا نروليه بالعقل كما درت لكم البسكوي غولي. نتمنى هكذا هكذا. قبل ما تحلوه من يعني من السغديات خليوه يقعد شويه فيها حتى يتماسك، حاولوا تعدلوا البوله باه يجي قد قد. اذا راح نخليه شويه حتى يتماسك ومن بعد نحلو ونرجع لكم. اذا ها هو الرولي تاعي بعد ما حليته بالسغديات، الان راح نقصو نحطو في طبق التقديم ونرجع لكم ان شاء الله. اذا ها هو الرولي تاعي بعد ما درت فيه طبق التقديم، تقدروا ديروه كمقبله مع السلطه، كما تقدروا ديروه كوجبه عشاء خفيفه، وثاني تقدروا ديروه كطبق رئيسي ديروا معاه مرق الدجاج ابيض او صوص بلانش بالدجاج. اذا بهذه الطريقه راح يكون ناجح جدا، نتمنى انكم تجربوه. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم عليكم غير ديروا لي جيم في الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. نلتقي في وصفات اخرى والى اللقاء.